الأطراف يعني ليس لديها مانع من الدخول في مفاوضات، لكن أنا في رأيي أن الموضوع أعتقد أنه فاته وقت، وأن المحور التركي القطري الإخواني الإرهابي للأسف الشديد يعني أستطيع أن أقول أنه يهيمن بطريقة أو بأخرى على مجموعة العسكريين الخمسة التابعين للمجلس الرئاسي، وهذا يعني يمكن أن يعطل ويعرقل محاولات الضباط الخمسة التابعين للمشير خليفة حيدر من التوصل إلى تفاهمات. يعني على سبيل المثال هذا المحور يطالب قوات جيش الوطن الليبي بالعودة مرة أخرى إلى بنغازي وإخلاء جميع المحاور وجميع المدن التي تمركز فيها خلال الشهور الماضية، سواء في جنوب طرابلس، في ترهونة، في سرت، في غيرها من مدن شمال الشرق الليبي. لذلك أنا أعتقد أن الأطراف الموالية للمحور التركي الإخواني القطري ستستخدم عودة المفاوضات بين خمسة زائد خمسة لمزيد من المماطلة ومزيد من محاولات إغلاق المشهد. طيب أستاذ عبد الستار، تحدثت عن إمكانية عرقلة هذه المفاوضات من قبل المحور التركي القطري أو محور الأخوان كما وصفت، وحقيقة ما يعزز هذه الفرضية ما صرح به المسماري الذي أكد بأن خروج تركيا والإرهابيين شرط الجيش للحوار في المقابل السراج غدا إلى أنقرة للقاء أردوغان. هل يمكننا القول هنا استنادا إلى هذه المعطيات بأن المفاوضات فشلت قبل أن تبدأ برأيك؟ هي المشكلة تكمن في عدم وجود يعني نوايا حسنة، يعني محاولات الجمع بين طرفي المنظمة العسكرية الليبية أو هكذا الأمر يسمى، هذه المحاولات جرت في القاهرة وجرت من مقاهي الشعب الليبي ويعني قطعة شرطة مهمة، لكن للأسف الشديد من قامت عرقلة محاولة توحيد المؤسسة العسكرية وخلق تفاهم ما بين العسكريين في الشرق والغرب هو المحور الإرهابي التركي القطري. يعني كان يعمل في الخفاء حتى عام أواخر 2018، لكنه في الوقت الحالي أصبح يعمل بشكل مسافر ويهيمن على القرار. ولهذا الجيش الوطني الليبي لديه إدراك عميق لأن المسألة لم تعد ما بين الجيش وحكومة الوفاق أو الميليشيات الموجودة في العاصمة، ولكن الأمر أصبح ما بين الجيش الوطني الليبي والغزاة الأتراك ومن يهيمنون عليهم في شمال غرب ليبيا. من القاهرة الكاتب الصحفي والمتخصص في الشأن الليبي، أنا أشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإيضاحات الأستاذ عبد الستار حتيتة.